بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن خبر صادم جدا بالنسبه لي لما سمعت ان عبد الصمد الزلزولي بيفكر جديا ان هو يعتذر عن تمثيل منتخب المغرب. بعد كده لقيت ان عبد الصمد الزلزولي رسميا اعتذر عن تمثيل المنتخب المغربي وقرر تمثيل المنتخب الاسباني. من يوم ما عبد الصمد الزلزولي ما طلع مع برشلونه تمنيت ان المنتخب المغربي يضمه بسرعه، علشان خاطر برشلونه والاسبان عندهم عادات سيئه من زمان، وبرشلونه والاسبان مع وجود اداره فنيه لمدير فني زي تشافي عايز يحول برشلونه لمنتخب اسبانيا، ومع رئيس نادي زي خوان لابورت توقع اي حاجه ممكن تحصل. بجد والله توقع اي حاجه ممكن تحصل. توقع ان يتم الضغط على لعيب عنده 20 سنه ويتقال له ان انت هيتم تعديل عقدك. توقع ان لعيب عنده 20 سنه يتقال له ان احنا هنخلي لويس انريكي يبعت لك دعوه قادمه للمنتخب الاسباني. توقع ان لعيب عنده 20 سنه هيتم وعده ان هو هيحصل على مركز اساسي في برشلونه ومركز اساسي في المنتخب الاسباني. توقع ان شاب عنده 20 سنه اول ما يسمع انه هيدخل زيتش بيقول عليه ان هو مش ميسي عشان يرفع من عليه الضغط. التصريح ده يتاخد والاسبان يتعامل معاه بطريقه ثانيه خالص، ان لا احنا بنقدرك ولا احنا بنعاملك كويس ولا احنا شايفين ان انت موهبه عظيمه. توقع كل حاجه ليه؟ علشان خاطر زي ما قلت لك احنا في عز كل حاجه في برشلونه بتقول ان احنا عندنا مشروع عنصري. مشروعنا عنصري، مشروع برشلونه ومشروع تشافي ولابورتا لعب برشلونه هو مشروع عنصري. والكلام ده انا هفضل اقوله لان انا متوقعه وقلته من اول ما تشافي ما بان له ملامح واول ما لابورتا ما رجع، واضح ان مشروع برشلونه مشروع اسباني عنصري صريح. فلما نيجي نتكلم على ان الاسبان مش عايزين عبد الصمد الزلزولي يمثل المغرب، دي حقيقه بجد والله، دي حقيقه. والاعلام ضغط على عبد الصمد، وكمان الاتحاد الاسباني ضغط على عبد الصمد. والله بجد حتى الان برشلونه عماله تفرفر من قصه استدعاء عبد الصمد الزلزولي منتخب المغرب. شويه يقول لك اللاعب بيتمرن، شويه يقول لك اللاعب مصاب، شويه يقول لك معلش اصل تم رسميا اعلان الكوفيد. كلها حاجات سيئه وكلها حاجات قذره بتنم على اداره قذره من خوان لابورت. واللي مش عاجبه مش عاجبه يا جماعه، ده رئيس نادي عنصري وضيع، والكلام اللي بيتكلموه على الكتالان وعلى العقيده وعلى الشخصيه بتاع برشلونه، ده مش شخصيه رنيه، دي شويه عنصريه لا اكتر ولا اقل. اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق يشوف كل حاجه قدام عينه. عبد الصمد الزلزولي لعيب تم اعلان ان هو يمثل منتخب المغرب كان فرحان بالقصه جدا، لما تصريح اتقال من وحيد خرزيتش القصه اتربطت، وبعدها بالصدفه البحته بيعلن ان هو مش عايز ينضم للمنتخب المغربي. ازاي وفين وامتى؟ وخصوصا يعني بعد كلام ان عثمان ديمبلي ماشي. فانا اتوقع ان برشلونه عمل مع الولد كل شيء قذر علشان خاطر يتراجع عن فكره تمثيل المنتخب المغربي، وهو ده برشلونه. عاجبك عاجبك، مش عاجبك براحتك، عايز تكمل وتشجيع وانت عارف القصه واللي فيها براحتك، عايز تعيش في ان احنا المدينه الفاضله وهو الولد اللي بيغير قراره. بص دايما عن الولد عنده 20 سنه، بص دايما ان انت في السن ده اي حد ممكن يقول لك اي حاجه ممكن تروح وراه على طول. حط نفسك مكان الولد وانت تفهم الفكره راحت ازاي وايه اللي حصل بالظبط. انا هسيبه لك انت لان في الاول وفي الاخر كل حاجه برايك انت. انت لو عجبك الفيديو اعملك، ما عجبكش الفيديو شايف ان انا مفترض ظالم برشلونه ولا بورتو وتشافي فبراحتك بقى، ان انا مش شايف ان انا ظالمهم ولا اشوف ان انا ظالمهم. دي وجهه نظري.